لا شك أن المرأة المغربية اليوم تعرف الكثير من التطور وتعرف الكثير من المكتسبات، سواء في التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهذا بفضل الإرادة الملكية السامية التي جعلت من قضية المرأة قضية ذات أولوية وذات راهنية. وهذا ما تم ترجمته على المستوى الدستوري، على المستوى كذلك القوانين، سواء من القوانين التنظيمية أو القوانين بشكل عام، التي ضمنت حضورا مميزا للمرأة المغربية في مجتمعنا. ومن أهم البرامج كذلك اليوم لدينا خطة حكومية للمساواة التي تفرض وتؤطر للالتقائية بين مختلف الفاعلين في مجال المساواة بين الجنسين. وأطلقنا في اليوم الوطني للمرأة المغربية وفي هذه يعني الأشهر الأخيرة برنامجا مهما، وهو برنامج مغرب التمكين، الذي يروم التحقيق مزيد من المشاركة الاقتصادية للمرأة. رهاننا ومراهنتنا على التمكين الاقتصادي وعلى التنزيل الترابي لكل هذه البرامج باعتباره وباعتبار التمكين الاقتصادي مدخلا حقيقيا وأساسيا لتجاوز مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تعيشها النساء والفتيات، خاصة من هن في وضعية صعبة. أصدرنا كذلك نشرة للمساواة، ونعتبر هذه النشرة آلية للرصد والتتبع لمختلف المنجزات الحكومية والمنجزات المؤسساتية في بلادنا، من أجل تتبع مؤشرات التمكين للنساء والمساواة بين الجنسين. طبعا التحديات الموجودة، التحديات القائمة، تحتاج إلى مزيد من التعبئة حولها بين مختلف المتدخلين، إلى مزيد والإرادة. الحمد لله نتوفر على الإرادة السياسية، بلادنا تتوفر على إرادة سياسية قوية لمزيد من تمكين النساء، ونحتاج إلى يعني هذه التنزيل. طبعا التنزيل الترابي والتنزيل المجالي هو الضامن لأن تكون هناك آثار لكل برامجنا على للمواطنات والمواطنين. وختاما هي مناسبة لتحية كل نساء العالم، وتحية نساء المغرب، وتحية نساء المتوسط، ومتمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح، وشكراً.